أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وَأَمَّا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلنا. ويدعو الإنسان
الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى
يعلم.